وانا كنت بتكلم عن الجيل الحالي دلوقتي للنادي الاهلي وقلت الاسماء كلها، لازم اتوقف عند لاعب مهم، لاعب مهم اتربى داخل صفوف النادي الاهلي، كابتن محمد الشناوي، كابتن النادي الاهلي. محمد الشناوي ما شاء الله دلوقتي يعني في افضل حالاته، ببارك له كمان على الرقم القياسي الكبير اللي بحققه في هذا الموسم، 24 مباراه كلين شيت في هذا الموسم الكابتن محمد الشناوي. محمد الشناوي احنا بناخده مثل للناشئين او لازم ياخدوه قدوه. شوف الكابتن محمد الشناوي اللي بات في استراحه الناشئين في النادي الاهلي في مدينه نصر. محمد الشناوي جاله عروض كتير بارقام كبيره ومغريات كبيره علشان يسيب النادي الاهلي، ولكن حبه وتمسكه بالنادي الاهلي اللي اتربى جواه ده يخلينا نرفع القبعه دايما لمحمد الشناوي. محمد الشناوي ما شاء الله دلوقتي اللي ليه دور قيادي داخل الفريق، لمت اللعيبه دايما بدوره القيادي. كمان ما شاء الله محمد الشناوي دلوقتي يعني بيشارك في صناعه الاهداف، شفنا في مباراه الجونه لما خد الكره وطلع عند نص الملعب وعملها لمروان محسن، كمان بقى ليه دور تاني ومهم. محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في كاس العالم في روسيا، فاكيد يعني محمد الشناوي لازم ناشئينا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ياخدوه مثل وياخدوه قدوه ما شاء الله عليه. يعني بالرغم ان هو خرج في فتره يعني خرج بره النادي الاهلي، ولكن رجع تاني باراده وتصميم انه عايز يعني يثبت ان هو رقم واحد في مصر، وما شاء الله دلوقتي محمد الشناوي رقم واحد في مصر. بنتمنى له ان شاء الله التوفيق، وايضا كمان ربنا يحميه من الاصابه، علشان لما بنقول اللي بيتربى داخل النادي الاهلي بيبقى غير، دي كلمه الكابتن ياسر ريان خلال الفتره اللي فاتت، الكلمه اللي تعبت ناس ووجعت ناس لما قال احمد ياسر ريان. وبالمناسبه احمد ياسر ريان هو ابن من ابناء النادي الاهلي ايضا، وهو لاعب النادي الاهلي والمعار للجونه. لما قال احمد ياسر ريان اتربى في الاهلي مش ياسر ريان اللي رباه، الكلمه دي ضايقت ناس وزعلت ناس. حابب اشرح لكم يعني ايه متربي في النادي الاهلي، يعني متربي على الاخلاق، يعني متربي على المبادئ، يعني متربي على السلوكيات، يعني متربي على احترام المنافس، يعني متربي على المكسب، يعني متربي بعد الدقيقه 90 بيحاول علشان يكسب، يعني متربي لما احمد ياسر ريان بيخرج من الملعب وبيتم تغييره عمره ما يوجه سباب او الفاظ او اشارات مسيئه للمدير الفني بتاعه. هو ده اللي متربي داخل النادي الاهلي، علشان كده دايما بقول لكم النادي الاهلي غير. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.